بسم الله الرحمن الرحيم. هي كانت تجربة ناجحة يعني الحمد لله. كنا اصلا متفائلين واحنا رايحين. انا شخصيا كنت متفائلة وانا رايحة، كنت يعني حاطة في بالي ان الشعب او الشباب الدنماركي راح يكون مثلنا، يعني عنده فضول، حاب يعرف ثقافة الطرف الآخر، عادات تقاليد الطرف الآخر، زي ما أنا شخصيا كان عندي فضول كبير أني نعرف ثقافة الشباب الدنماركي وعاداتهم. فكنت متفائلة أني نلقى تجاوب مع الطرف الآخر، والحمد لله يعني كان كاين تجاوب كبير كبير بزاف. بأي معنى تجاوب؟ يعني إزاي لمسيه أو إزاي تقولي أنه فعلا كان تجاوب؟ يعني أنتم أول ما شافوني يعني قاعدين كنا نتكلموا، أنتي وايش تعملي؟ يعني قلت لهم انا طب، يعني تدرسي والدراسه عندكم وكيفاش والبلد، واحكي لي على الجزائر عندكم وعامله كيف، وانت يعني كمحجبه يعني هل حجابك يعني مانعك عن شيء؟ فقلت لهم لا، يعني نسوق سيارتي، نمارس رياضتي، نروح لجامعتي. يعني فكانت عندهم اسئله كثيره كثيره كثيره، حابين يعرفوا، حابين يشوف يعرفوا شو هم التنميه البشريه. انا مدربه محترفه معتمده من المركز الكندي للتنميه البشريه، وكذلك في الجزائر وممارس معتمد في الـ NLP، البرمجة اللغوية العصبية. يعني أكثر شيء ناخذه هو مهارات الاتصال، طريقة الإقناع مثلا. هذا الشيء كان مساعد كثير كثير في الاتصال مع الطرف الآخر. شخصيا الدرس اللي تعلمته أني ما نحكمش قبل ما نشوف. يعني يمكن كانت هناك نظرة فيها، طبعا فيها جزء كبير من التفاؤل، ولكن كان هناك حكم صغير وكان تعميم أنه يعني بسبب جريده كان كاين تعميم يعني شويه في مخي، لكن على كل الشعب وكل. لكن بعد ما رحت وجيت عرفت فعلا انه لازم الواحد يشوف وبعدين يحكم. انا سوسن شبيكي، 23 سنه، جزائريه، سنه سادسه طب بشري في جامعه، في كليه الطب الجزائر العاصمه، ممارس معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه NLP من المركز الكندي NLP، ومدرب محترف معتمد في التنمية البشرية من المركز الكندي للتنمية البشرية، وحزام اسود في رياضة الكاراتيه. أنا كنت في المجموعة الأولى اللي تتكلم عن هذا ديننا هذا نبينا. كاين تجربة عشتها وحابة نشارككم فيها، هي أني كنت نظن أني راح نكون في هذه المجموعة، هذه هذا ديننا هذا نبينا، اليوم واحد هو يوم الخميس 9 مارس 2006. لكني بعدها بعد الحوار مع الشباب اكتشفت ان راني دخلت في المجموعه هذه من يوم ما تولدت. تفرضت عليا كوني جزائريه عربيه مسلمه، عندي مسؤوليه حملتها، واني نوصل صوره صحيحه على بلدي، على عروبيتي، على اسلامي لكل العالم. وهذه نقولها لكم يا شباب، ان رانا صح، رانا عندنا مسؤوليه ان نوصلوا احسن صوره على ديننا وعلى بلدنا وعلى عروبيتنا. ففعلا فعلا فعلا رانا كلنا في المجموعه الاولى تاع هذا ديننا هذا نبينا. يعني فعلا كانت تجربه رائعه جدا، والحمد لله رب العالمين.